بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي نتكلم فيه عن شركة أكسيتريد العالمية الموثوقة والتي تحمل أقوى التراخيص وتقدم أفضل الخدمات. طبعا هذه الشركة شركة وساطة عريقة جدا وموثوقة، وتحمل تراخيص قوية جدا مثل ترخيص سلطة دبي المالية، ولها مقر ومكتب رئيسي في دبي، وترخيص هيئة الرقابة على السلوك المالي في بريطانيا FCA أيضا ولها مكتب رئيسي في لندن، وترخيص ACIC الأسترالي الرسمي الحكومي ولها المكتب الرئيسي الأكبر في أستراليا. تقدم الشركة خدمات تداول في العملات الذهب النفط الأسهم مع منصات تداول راقية وسهلة وسريعة، وهناك حسابات إسلامية وتجريبية ومصغرة، ويمكن أن تتداول بنفسك. وإذا لم يكن لديك خبرة في التداول يمكن أن تستخدم نظام النسخ. نظام النسخ بعد أن تسجل الحساب تنسخ استراتيجيات أو توصيات أو صفقات أكبر وأكثر المتداولين ربحا، وتربح مثلهم تماما دون أي تعب أو تحليل أو إضاعة للوقت. يعني تستطيع أن تنسخ الصفقات لأكثر التجار ربحا وبدون أي تعب، هم يتداولون لك الآن. يعني علينا أن نوضح نقطة هامة جدا. طبعا رابط تسجيل مباشر بدون وساطات أو عمولات في شركة أكسيتريد موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. اضغط على الرابط وسجل الحساب، بعد ذلك تتواصل طبعا معك الشركة بالنسبة للمتداولين العرب من دبي لتقوم بتجهيز وتفعيل حسابك، وتقدم الشركة طبعا تعليم وتدريب شامل، إضافة إلى كما ذكرنا نظام النسخ المميز الذي تقدمه الشركة. علينا أن ننوه إلى نقطة هامة جدا. هناك شركة غير موثوقة اسمها أكسيا دوت تريد. أكسيا، لاحظ، هم يستغلون اسم شركة أكسي. شركة أكسي واضح يعني موقعها على النت AXI فقط. أما شركة أكسيا دوت تريد هذه شركة غير موثوقة، شكى منها الكثير من المتداولين أنها تأخذ أموالهم وتقول لهم نربح لكم، وبعد أن يريدوا السحب لا تسحب لهم. هذه الشركة تتقمص، تحاول التقرب والتقمص من اسم الشركة الموثوقة العالمية المعروفة أكسي. هذه الشركة الغير موثوقة اسمها أكسيا AXIA. أما الشركة الأم فمعروفة اسمها أكسي تريد، أكسي دوت تريد أو أكسي دوت كوم AXI دوت كوم. هذه هي الشركة الأصلية. لذا اقتضت التنوية طبعا أحبتي لكي لا نخلط بين تلك الشركة الوهمية الغير موثوقة التي تسمى أكسيا وبين الشركة الرائعة والموثوقة التي تقدم أفضل الخدمات والمرخص أقوى التراخيص، شركة أكسي العالمية. هذا ما لدينا أحبتي، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.